باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار أصحاح 19، الرحلة التبشيرية الثالثة لمعلمنا بولس الرسول. إحنا في مدينة أفسس، قلنا في المرة اللي فاتت عن إزاي المقاومة اللي كان بيلاقيها معلمنا بولس الرسول في أفسس شديدة جداً، حتى انه قال انه حارب وحوش في افسس، وزي ربنا كان مدي قوة عظيمة جدا تجري ايات عظيمة لدرجة انه كان بيتاخد مناديل او مآزم من على جسده تشفي الامراض واللي عليهم امراض او ضعفات او اي حاجة. هنا في آية 13 بيقول لنا على حادثة تبين قوة المسيح في أفسس، وإزاي إن معلمنا بولس الرسول اتعرف في قوته الروحية اللي هي باسم يسوع في أفسس. بيقول في آية 13: فشرع قوم اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع، قائلين: نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. هم ناس سحرة بيعزموا، بيعملوا سحر، عزموا يعني يرددوا حاجات معينة بحيث ان عشان الشياطين تخرج، لكن هم هنا هو تلاقوا ان السحر بتاعهم مش جايب نتيجة، وشافوا معلمنا بولس الرسول القوة والنعمة والبركة اللي فيها قوة روحية عظيمة جدا بترعب الشياطين، فابتدوا يقسموا على اللي فيهم ارواح نجسة باسم يسوع تخرج الايه الارواح. لكن يقول هنا ان دول كانوا 7 بنين لسكاوة. سكاوة ده رجل يهودي رئيس كهنة، ده رئيس كهنة بقى، الذين فعلوا هذا. فالروح النجس الشرير قال لهم: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، أنا عارف يسوع كويس قوي، وبولس أنا أعلمه كويس قوي، يعني أعرفه، يعني أعرف القوة العظيمة اللي فيه. الشيطان هنا بيقول أنا عارف إن يسوع فيه قوة عظيمة، وبولس أنا عارفه، عارفه إنه تبع المسيح وإنه عنده مواهب وقوات من المسيح. لكن أنتم، أما أنتم فمن أنتم؟ إذا هنا اللي نستخلصه من الكلام ده إن اللي يستعمل قوة روحية لازم هو يكون منتمي للمسيح زي بولس، ويكون في قوة فعلا روحية من السماء، نعمة الروح القدس فيه عشان يقدر يغلب الشيطان. لكن ازاي هيغلب الشيطان وهو ما يعرفش يسوع وما يعرفوش المعرفة الروحية؟ لأن الشيطان يعرفه، بس معرفة الشيطان حاجة ومعرفتنا احنا حاجة تانية. معرفة الشيطان يعرفون ويقشعرون معرفة نظرية، لكن معرفتنا احنا معرفة روحية، معرفة الحب والإيمان والثقة. فأنتم مين أنتم؟ وعند كده يقول لنا في آية 16: وصب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير، روح النجس، وغلبهم وقوى عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراه ومجرحين مجروحين. وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين، اليهود والأمم والدخلاء اللي كانوا متهودين الساكنين في أفسس كلها، بقى معروف الآية العظيمة دي. فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم، اسم ربنا تعظم، والإيمان إن هو بقى ناس أمنت أكتر، بقت إيه نعمة أكتر. فإذا القوة تأتي في ولاد ربنا من معرفتهم الروحية ومحبتهم وإيمانهم وخبرتهم بالمسيح الروحية، مش مجرد كلام بنقوله، ولكن قوة داخلنا. ربنا يدينا هذه القوة العظيمة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.